استاذ، كنا عم نحكي عن مهرجانات بعلبك، ومرة قريت انه الفنانة صباح انسحبت قبل 15 يوم بس من انه تعرضوا نهر الوفاء او تقدموا نهر الوفاء. بعد ما فهمت من يعني من خلال المقال انه هل انجز العمل، توقف، شو اللي صار بالضبط؟ مشيت فيه انا كفيته وجبت الفنانة المطربة الكبيرة نجاح سلام وقتها عوض عن صباح. يعني صباح يعني غروها نجلت بعلبك، غروها شوي بالمادة أكثر وهيك نصيب. فأنا جبت نجاح سلام، ونجاح مطربة كبير يعني مهم كثير، لأن العمل لازم يمشي. حس أنا أقدمت على العمل ما بتراجع. خسرت طبعا كل مادياتي، في كل مادياتي، لكن انا كلمتي ما طلعت منها، وفيت كل المال اللي تعبوا معي واعطيت الكل وحسبت الكل، كل واحد اخذ حقه. تعاونتوا بعد هيك حضرتك مع الفنانين؟ لا طبعا، لا يلدغ المؤمن من الحيث مرتين. بس يعني لا عداوه ولا اصحاب كثير. استاذ وديع، بتمنى تجاوبني على هذا السؤال. مع الفنانة صباح، وفي فنانة كبيرة والكل بيحبها وبيحترمها طبعا، دائما يثار حتى لو ضمنا مسألة التقدم في السن، أنه متى على المطرب أن يتوقف عن الغناء؟ شو المعيار لأنه نستمر أو نتوقف عن الغناء؟ بده يحترم سنه الإنسان. أول شيء بده يحترم سنه، مفروض أنه يحترم سنه. مثلا صوته تأخر بده يعمل اغاني على قد صوته محل متاخر، مثل عبد الوهاب الله يرحمه كان استاذ الجميع، يعني لما كبر بالسن وتغير صوته بكير، يعني راح صوته بكير، ما 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 خدمه صوته للاخر، يعني مثل ما ابتدى ايام مريت على بيت الحبايب وعيب الكلدول وعيب المعروف الاغاني الحلوه كثير، وسهرته من الليالي، كل شيء عظيم معجزه. لكن لما كبر شوي بالسن، بس بال 50 55 سنة راح صوته تقريبا، هو عمل طريقة على طبقة صوته محل ما وصل، بحداقة وبذكاء عظيم وبفن، عوض بألحانه الكبيرة، احترم محل ما وصل صوته، مش انه ده لازم صوته يضل مثل ما كان شاب. لا، كل واحد له حصة. في ناس بيخدموا صوتهم للآخر، في ناس للدس، في ناس للتربية، بس يمشي واحد مع مشيئة الله، لكن ما يتراجع. بس مثلا راح صوته بيلحن، بيشمل التلحين، هذه مثلي أنا إذا راح صوتي بلحن، بيشمل التلحين، مش بشتروا ألحان من بعرف أدري. وإذا شي مرة رشحت من كل العالم بترشح، يا بيعتذر ما بيجي على الحفلة، يعني إذا غنيت بغني شوي صغير بقول له أنا مرشح واضطريت إني أجي لما يخرب بيت المتعهد الحفل، اضطريت. يا ما بضر حالي بعض الاحيان كرمال اني انا حافظ على اسمي وعلى كرامتي، لكن مصلحتها خطره كثير. يعني اذا راح صوت الواحد، شو عندنا بترول عم نبيعه؟ عندنا هالصوت هذا بترول السماء، بترول نوراني. بترول السماء سبحان الله. استاذ وديع، بتختبر حنجرتك، بتختبر صوتك، يعني بتطمن عليه انه بعده بيلعب؟ دائما بيحكمني يعني تصوف بيني وبين صوتي، وما بيحكي كثير يوم الحفلة أو بيوم الحفلة، بيحكي على الواطع الخفيف، لأن الحكي كثير بيضايق زلعين. ولما بيكبر بالسن يصفي صوته يتأثر أكثر وأخطر، يعني يعمل يعني إذا هاجم صوت الواحد وعمل مثل ما كان هو شاب، لا بده يداري أكثر، يتحل، يضل حافظ عليه أكثر. كنت تدخن 3 سجاير؟ كنت تدخن وبطلت، كنت اكل كثير وبطلت، وكنت اسهر كثير قبل بطلت، يعني مشان صوتي، لانه انا ما عندي شيء، عندي هالصوت من عند الله، ما هي صوتي، والناس بتحب صوتي وانا بحب الناس، اللي ما بيحبوا صوتي كيف اللي بيحبوا صوتي. استاذ وديع، مره قلت انه نصري شمس الدين مسكين، ليه؟ ما بعرف، انا بدي اسالك ليش. لا مش مسكين، لا مش مسكين، نصري شمس الدين ضابط ملتزم كان،
ضابط ملتزم في عمله وصوته ما بيغير نظيف وكان يعمل دوره بكل خلاص. ليش مسكين؟ كلنا مساكين. بلكي يمكن كانت وقتها بسياق انه هو ما اخذ حقه او ما اخذ ممكن كمان ما اخذ حقه كثير فعلا فعلا فعلا، لكن رحابني استعملوه كويس وعرفوا ينجحوا. لا اذكياء رحابني عنده الدهاء وانصفه لنصر، اعطوه حقه بادواره التمثيليه وبغنائه. كان مطرب ملتزم في عمله وكان صوته جس مظبوط مظبوط، صوته حلو ويؤدي حلو كثير. اي نعم، وعاقل كان عاقل يعني. في كثير مطربين حاولوا يحاكوا تجربة وديع الصافي، بيخطر بالي بسوريا الياس كرام، بيخطر بالي هون ربيع الخولي توني حنا. كيف بتشوف هدول؟ معين شريف وغيره كثير. نعم. كمان كتار بيحبوا يغنوا لي، الله يعطيهم العافية. كمان أنا بعتبرها لفتت محبة إلي وتقدير، يعني أنا بعتبرها تقدير إلي يعني محبة. صحتان على قلبهم، خلوا يتقلدوني وغنوا لي شغله. نسيت صوتي مش ملكي يعني، ملك اللي بحبه كان فنانين او شعب او دين او صوتي للكل، لكل اللي بحبه صوتي. بس في كثير ناس بتقول انه يعني سر نجاح وديع الصافي انه لما طلع بشيء ما حدا كان سابقه عليه. وقت اللي عمل اللومه كانت الساحه اللبنانيه موزعه اما على الاغاني البدويه او على المصريه، فهو عمل الشيء اللي ما سبق وانعمل. مش مره، اكثر من مره، مرار. بعمل شيء دائما غيري ما عمله، ولا شو الفضل؟ اذا بدي انا اجدر مثل بعض الناس، ما كش ما عاش وديع الصافي. انه انا بخترع اشياء غيري ما افكر فيها. بعمل طبعا يعني عامه حياتي هيك ورسالتي الفنيه هيك، عموما هيك افكاري. بخترع اشياء ما حدا قالها، بقى بتصوف هيك وفكر مشيل بعمل شو ما انعمل. شو الشيء الثاني غير اللومه؟ في كثير حديث طويل عريض، بده 20 مقابله نقعد. بس هيك لو ناخذ مقطع صغير. أعمال كثير، أعمال كثير كثير. فينا لو نسمع مقطع صغير من اللومة، لأنه هي لها كثير هيك وقع خاص بعتقد عند كل الناس اللي بيحبوا. أنت حفظتيها؟ بتغنيها معها؟ يعني أنا صرت نسيها. أنا يعني آخر شيء بقدر بعمله إني أغني الحقيقة. نستنى ما غنيناها. علوم اللوم اللوم علوم اللوم اللوم دخل الله ودخل عيوني يا ديانة ويا مهضوم اللوم 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 علوم اللوم اللوم يا سهير ويا مهضوم لغد عيوني يا حلوة ويا مهضوم دخيل الله دخيلك شوف الدنيا مقاديلك دخيل الله دخيلك شوف الدنيا مقاديلك غنيلي وبغنيلك علوم اللوم اللوم غنيلي وغنيلي علوم اللوم اللوم علوم اللوم اللوم زقفي علوم اللوم اللوم دخل الله ودخل عيوني يا حلوة ويا مهضوم يا بلسم قلبي الشاكي لا تجافي اللي بيهواكي يا بلسم قلبي الشاكي لا تجافي اللي بيهواكي سرنا واستنظرناكي وانت طولت النوم سرنا واستنظرناكي وانت طولت النوم اللوم 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 ويا حلوة ويا مهضوم داخل الله. أستاذ وديع، مرة قلت إنه بس حضرتك وعبد الوهاب عندكم سر النجاح أو تعويذة النجاح، شو هالسر؟
في دهاء خاص، دهاء دهاء السماء، مش دهاء تعالب، لا دهاء السماء، دهاء يعني الحيل النافعة، مثل ثروي واحد بيبددها بالقمار، ثروي بيعمل مشاريع لينفع الناس، هيدي عندي هالثروي انا تنشرها للخير وهكذا، دهاء الخير يعني حيلي، حيلة الخير، الذكاء، خلينا نقول الذكاء الاجتماعي، يعني الذكاء الحياتي، ممكن الذكاء كمان يتسخر للحيلة للشر، لا ذكاء الخير الحمد لله خير. في كمان قريت انه حضرتك كنت عم تلحن لحن لأم كلثوم. ايه صحيح. وشو صار لما سمعت هي سنت اللي توفت بسكيجي بتغني ببعلبك، توفى توفى الله، فاللحن بعده موجود ولم يزل، لكن نستعمله لنشوف بنعمله طريقة. ما فكرت حضرتك تغنيه؟ غنيته بس بدي ارجع سجله رسميا يعني. طب ليه لما غنيت لأم كلثوم اخترت الأطلال؟ رغم انه بيحكوا كتير اهل الاختصاص يعني. وانت عمري كمان اثنين يا تغنيت عبلو ابغار، قال لي وش معنى انا يعني؟ قلت له انا بتقول بتقول لي انت عمري يا روحي انت عمري. قلت له طيب يلا سجل سجل لأم كلثوم انت عمري عبلو. طيب يغاروا من بعضه. الله يرحمه. الله يرحمه. هلا بس انت عمري مجامله، بس الاطلال بيقولوا انه كتير صعبه يعني المقام، الانتقالات المقاميه صعبه علي؟ لا معقول هيك؟ لا اسا ما كفيت السؤال. انه انتقالات المقامية صعبة، فانه عملت لك هيك نوع من التحدي يعني، او انه تعمل حالة بديلة؟ لا 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 مش تحدي، بالعكس بالعكس، انا غنيت الاطلال حبا بأم كلثوم، حبا بأداء أم كلثوم، وانه الاغنية لأم كلثوم مش رح تكون غير لأم كلثوم، انا تحيي لها، حتى الشركة الاسطوانات هي ذاتها اللي سجلت طلبت مني يعني، مش من عندي يعني، مش تحدي، لا ما فيش تحدي. أم كلثوم هي سيدة الغناء العربي في شك ولا، هي ما بتلحن ما كذا، بس مرة فقيهة، ست فقيهة يعني، مغنية قديرة وفيها أغنى ولا أجمل من صوتها في الأداء. هلا في أصوات جميلة بس ما بتعرف تأدي، ممتازة مثل ست حلوة مش عاملة ترتيب، لا شعراتها متكفشلين وكذا، ما بتعرف ترتب حالها هيك، لا هي ست عظيمة فقيهة تأدي وبتختار الكلام واللحن العظيم. ليه ما اكتملت تجربة التعاون بينك وبين السنباطي؟ ما صار وقت معه. أنا جيت تقول لي ابني ساخن غشر شبري كرونا من غير اليوم، خذ كنت برس اللحن، حفظت نص اللحن وجيت بدي أشوف ابني المريض، ما صرت ما التقيناش نحن المرحوم رياض العظيم، الأستاذ رياض العظيم كمان عظيم، روحه شرقية كبيرة كتير وأصيل جدا الله يرحمه، وكان مؤدب كشخص مترتب، مؤدب بحب بيته بحب عائلته بحب فنه، ملتزم جدا رياض السنباطي. عموما بس القصائد حضرتك اللي غنيتها من تلحين آخرين قليلة، مش انا طلبت اني يلحنوا لي، هندي طلبوا مني انا غني له اللحن، وانا غنيته عزوقي، كل لحن عطولي اياه غديته انا عزوقي، مش كبرية مني، لا انا عزوقي، ما انا غير ما غني انا عزوقي ما بيطلع لك. بس قصدي انه التعاون مع مطرب مع ملحنين اخرين، هن تعاونوا معي مش انا تعاون. يعني هن طلبوا منك دائما، هن ما يطلبوا منك دائما، هن مش عن كبرياء بكيك، أنا هيك صارت هيك حصلت هيك، أنا ما بطلب من حدا لحالي، مملت لي الكون أنا الحين سوري لما بتواضع بقول لك برجع ولو أنت قام بنعرفها كلياتنا، عبد الوهاب وفريد وكل هن اللي قدموا لك، لقوا إنه هاي يعني وماله وماله يعني، قلت له طيب يا سيدي وهو أصدقاء. هلا شفت أعظم لحن سمعته أنا ما كانش قريب من قلبي وصاحب اللحن ومش صاحب السليم، ما بيخطب مش معي بس أي شيء، أنا بوزع الحين على الكون يعني بإذن الله. أستاذ بديع، شو الغنية اللي لما غنيتها عبد الحليم حافظ الله يرحمه قال لازم نبطل غني ونروح نبيع ترموس؟ ولو
وديت ولو بكى هيك قاعد على الارض هيك وعملوا بكى معه كمان قدام عملوا له بحكي له الله يرحمه كان يعرف حدوده ويعرف القدر كان حساس كتير فنان موهوب باحساسه كان عبد الحليم بنكون تقلنا عليك اذا طلبنا منك مقطع صغير من ولو ولو ما كانش وقتها ولو ما كانش وقتها نقول شوي صغير بس كلمة تذكروا الماضي 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 بسمي على شفاف الوفا كنا ولو 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 هيك بتتركوا المجروح عفراقكن صفى اخر روح اخر روح ولو 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 هيك بتتركوا المجروح عفراقكن صفى اخر روح متعوب فكره من كسر قلبه عدروبكن روحه بتجي بتروح متعوب فكره من كسر قلبه عدروبكن روحه بتجي بتروح حوالو طلوا حباب بتأثرني شوي الغنية استاذ بتشعر انه غياب القمم الغنائية اثر شوي على حتى عطائك انت يعني لو هلا انت من قبل القمة طبعا بس كان في عبد الوهاب كان في ام كلثوم كان في عبد الحليم فريد هلا الله يمد بعمرك في وديع الصافي ومنطول لنعد حدا بعده بتحس انه اثر هذا الشيء بيأثر يمكن ماديا لانه بيلتهوا الناس اللي فتره بالاشياء اللي دون يعني مستوى العالم لها حق الناس بس بعدين الشعب مثل البحر الشعوب مثل البحر ما بتقبل زغل بعدين بتفرز الغس بتخليه جيد فهذا الحكم للزمن الزمن له ثمن هذا مثل مصري بيقولوا بس استاذ من الثمانينات وحضرتك بتقول انه هذا الغناء الهابط هو موجه قصيره العمر ولن تلبث ان تتراجع ما يطلع بسيط واللي صار انه مدت كثير الموجة لا ما بيجي غير زوم بيجي غير زوم بيجي غير زوم ما كان يسبني عن مطرب ودي عن الفنان مين ما كان يعني اذا بشتغل مثلا بغير شغله يبقى يقوم يعمل فنان بس يشتغل هيك عاملين له مثل سلعه لا ما فيش رقابه كمان بالشرق مع الاسف كان في ايام الاذاعه اللبنانيه الاذاعه الرسميه له كان في رقابه على الكلام رقابه على الموضوع رقابه على الشعر رقابه على اللحن رقابه على الصوت انا نجحت بهذه الاذاعه التي تراقب الصوت والكلمه واللحن والاداء هذه ولم نزل نحن مستمرين في النوعيه نوعية جيدة جدا في مراقبة كان اليوم مين ما كان ما فيش مراقبة ممنوع الابتزال في الفن هذه بتسيء للأخلاق مثل أفلام الجنس تمام أغنية الهابطة مثل أفلام الجنس بتضر النشء وبتضر لازم الدولة إكس إكس على ممنوع من ممنوعات مثل المخدرات طبعا
سموم. لا عشان هيك يمكن مرة قلت انه الاذاعات الجديدة اللي عم تطلع الاذاعات الغنائية هي سياسة صهيونية اغلبها يعني نهج صهيوني مرض صهيوني متشفي بس كل وقت هذا كل وقت الكذبة ما بتطول دايما بين الشعوب شعوب مثل البحر ما بتقبل غص تلفزه ما بيخوفوا نحن عنا أصالة وعنا شعوب أصيلة وعنا عادات شريفة وعنا بيوت بعد الحمد لله وهيدي موجة عابرة كل وقت بإذن الله نحن مهبة الأنبياء وسنرجع يوما إلى مهبة الأنبياء بإذن الله تعالى. طب عمرك كانت علاقتك مع الإذاعة اللبنانية متوترة؟ يعني لا هي أحيانا أنا مانيش فضيلة بس لكن أتأسس هنيك وأنا دايما بقدرها بس يا ريت اليوم بيعين بيدوها بيرجعوها مثل ما كانت يا ريت بدنا نترجع لوزير الإعلام إنه حتى يرجع على وزير الثقافة كمان أصدقائنا إيه نعم حتى كمان يراجعوا الإذاعة اللبنانية لمجدة ولهزوا يراقبوا الكلمة الهابطة يراقبوا كل شيء يمنعوا كل شيء هابط إن هي الدولة المسؤولة أنا شو بدي أحمل فن روح أوس وأنا لعب يغنوا مبتزل واحد يعمل أغنية خفيفة برأس ناس بكلمة حلوة يعني أنا عندي أغاني رأسة بس كلمة حلوة محترمة فيها أخلاق كلمة لا أخلاقية وخلع كمان ورأس لا إحنا بالشرق مهبة الأنبياء ممنوع هذا أخره بيحكموني على العرب شو جمعة بس شو كنت تعمل؟ كنت بعمل مثل البحر بزت الغس لبرا وخلي بحتفظ بالجيد حرام في قدسية نحن عندنا قدسية بس كمان عم بتطول فترة الحكم اللي بتتمناها مرة قلت انه يا ريت لو يحكموني خلوني احكم يوم أنا هلا بدي اسبوع خليها شهر شهر كربينك بس يا حبيبتي الله قويك الله يخليك لكن وقت اللي رحت حضرتك للاذاعه السوريه مو كان وقتها على بعد زعل او بعد شيء توتر ما صار سبب غنيت اللومه بظن هيدي اكثر شيء انه غنيت اللومه اخذوها لما عملوا لها قيمه هون ايام الله يرحمه حليم الرومي كان هو مسؤول عن هذه يعني مش من قيمتك قلت له طيب شوف فريد الاطرش عامل فلافل يعني الفلافل احسن من هذه مثل بعضها وما قال لي صوتك انت كبير وما بيلبق لك قلت له طيب خليك على دينك انت احتفظ فيها خليها بالجرور خليها بالجرور سمع مني قمت انا سجلت بدمشق بالاذاعه السوريه وهي كانت ما شاء الله من سوريا طلعت اللومه والشعب السوري كمان موضوع قابل لل وهي فيها كلها فيها يعني شرقية مهضومة شرقية حلوة كتير والشعب السوري عريق درجة أولى في الشعوب العربية مع احترامنا درجة أولى خصوصا بحال وديع الصافي وضع وديع الصافي إني أنا انتشرت ونشرت ابتدأت من سوريا من الشعب السوري نعم الله خلينا إياهم وخلينا لبعضنا والشعب اللبناني خلينا بالضبط الشعب العربي الطيب كله طيبين كلهم بحبوني أنا وأنا ما رحت الحمد لله ماني سياسي لأنه سياسي في سياسيين أوادم بس الشعب ما بيقبلش إلا الكثير السياسي يكون منضبط وكذا والسياسي بده حنكي والحمد لله في أوادم بالسياسيين كثير يمكن مظلومين الناس الشعب بيظلموهم شوي لكن بيروح الصالح بالظهر طالع فأنا ما بتمنى أكون سياسي بتاتا الحمد لله أنا للكل لكل الشعوب العربية اخواني واهلي وقت عملوا لك امتحان؟ طبعا قبل اللوم باغنية اللوم عملوا لك الامتحان استاذ بديع؟ لا قبل اللوم قبل ما تخلقت لوم هو يمكن من 47 سنة 38 سنة 38 فحصوني سنة 38 بالإذاعة السورية؟ بالإذاعة اللبنانية لا عم بحكي على الإذاعة السورية امتى عملوا لك امتحان؟ في مرة عملوا لي امتحان هاي بتضحك حياتي برافو عليك شو انت موسوعه انت يا الله يا ديانا ايه من بعد الشهرة انا كنت بامريكا وعملت اللومه وكذا وصرت لا قبل اللوم قبل اللوم كان الله يرحمه كان مدير الاذاعه الفني
ابو طربوش هيك طويل اللي هو استاذ كبير في الموسيقى محترم هيك ما بيعرفني، قال لي اسم الكريم بدنا نحطكم بالاذاعه هون. قلت له ودي الصافي جاي من امريكا عامل ضجه انا، فاهم؟ كانت الله يرحمها ماري جبران موجوده بمكتبه، كانت المطرب الشهير يا ماري جبران اخذي عز واخذي مركز كبير. ف سمع صوتي عم غني له انا مثل كم قصيد وموال هيك شال الجزلك طبعا منه. يا سيدي بدك امتحان؟ يا بتمتحننا كلنا. روح يا اخي يلا معك اي ساعتك تفضل. هي اذاعتكم شرف وهي اذاعتكم. يعني كان زلمه فهيم ودارس وعنده اخلاق. فابتدأنا من هذيك النواه وسجلنا اللومه، بعدين سجلنا اللومه وابتدأت من الشام من الشعب السوري. قيمة القيامة ما قعدت. استاذ بتوافق على تصنيف الاغنية الى جادة وعاطفية وسياسية وما هنالك؟ الاغنية جادة الى ما كان، الاغنية العاطفية الى ما كان، الاغنية المبتذلة ما الى اي مكان الا بمكانة، بمكان محل ما ولدت لازم تموت بالمهد. مبتذلة عيب، نحن بالشرق مهبط الانبياء مش لازم نسترخص هالاشياء. منا قاعدين بهوليود نحن و بدنا نضل عندنا عادات نمشي عليها. الاغاني متنوعه بس ضمن يكون شيء غير مبتذل، يكون شيء مش مبتذل، مش يكون غالي، يكون له موضوع عائلي اخلاقي، في شرف، في عادات، عاداتنا ما بتنتهي لانه الذهب بده يضل ذهب. والتنك شو تنك وصفيه بسدي ديك الذهب ما بسدي. حضرتك ببعض الاغاني وكانه تنبأت او استشرفت المستقبل؟ طبعا ما في شك طبعا. مثل شو؟ بسبق زمني دائما، ولا ما لي فاضل اذا بدي اجتر قال لي غير لا. بكل شيء بكل بحافظ على اللغه، بحافظ على العادات، على البيت، على الوطن، على الارض، على الجد، على البي، على الست، على الام، على الاولاد، على يمكن من الاغاني اللي استشرفت فيها المستقبل هي يا اخي توخى قطره الميه من كل بد. هيدي على الفلسفه طبعا وباختيار، يعني بختار دائما الكلمات اللي هل بتنطش على بصميم حياتنا، بتوجه، بتعلم من غير واسط رجال الدين، مع احترامي طبعا لهم، من غير ما عم نساعد يعني رجال الدين ونساعد الجوامع والكنائس، بنساعد الاخلاقيه على الاخلاقيات، الفن اخلاق كمان عم نساعدهم نحن على الاخلاقيات. وعندنا اغتراب، نحن مسكين بلد صغيره كل ثلاث ارباع اكثر من ثلاث ارباع، في 15 مليون اكثر، في 20 مليون لبناني في الاغتراب ونحن عندنا اربعه. هذا بجوز هودي بدنا نجيبهم شوي بشوي يرجعوا لاصالتهم. عندنا رساله، الفن رساله، كل شيء، والدين رسالي والفن رسالي، الفن المزبوط متقدم. أنا هذه بشريتي. هي وقتها توخى يا خي قطرة المي كانت لها علاقة بالحرب طبعا، فيها فلسفة كتير من قبل الحرب. قبل الحرب قبل الحرب بالستينات بتنبأ، والشعر كان شعراء أنا بختار كلمات الشعر بقول له هيدي منيحة مش منيحة مش منيحة، بعذبهم كتير حتى اختار. طبعا هن الفضل لهم هن اللي قالوا، بس أنا بوجههم بعملهم طريق وبيعملوا مثل ما انا بدي، اصحابي واحبابي. تفضلي. مقطع منها ولا ما بلاها؟ وخا يا خيي قطرة المية. خيي الابد لبنان يا خيي، مهما حواليه الرياح تجن. عم غني على الواطي بس معلش. عزت وعزي إلهي، ما هزت حملات إنس وجن. توعى يا خيي قطرة المي، بتشق خد الصخر بالتكرار، مهما الأرزي كون دهري. واطي منها معلش. ما بتلقى حزة المنشار،
لتكون بالمنشار حز وسن وباقي لنا لبنان يا خي يا خي مهما حوالي الرياح تزن لبنان لا نسمي ولا مي لا تراب ولا سما ولا نور لبنان حب وفجر حري ما بخاف مهما تهجروا الدور بدك تعود لهالتراب تحن بايلنا لبنان يا خي مهما حوالي الرياح تزن يا خي وعبر يا معلم العبر وعلي حارب وعلي شيء قد تعمر هلي مري معلم العمر وعلي حارب عمر لي شيء أوضة ودارب عمر سوريا ولبنان ويعلى على غيم البنيان عمر سوريا ولبنان وهالمرة سيس بزنود بقلوب بعزم بإيمان خلق أفكار شعبكار عمر يا معلم العمار كنا عم نحكي قبل الغنية عن الحرب بلبنان وكنت عم تقول في بهذه المناسبة انه الحرب افرزت شرور كثيرة من ضمن اهمال الفنان وضياع حقوقه هل استقام الامر الان؟ مش ضياع الفنان بس الوطن ضاع وضيعوا المواطنين اللي سفروا سفروا اللي هربوا هربوا اللي قتلوا قتلوا مش هيش ومين ربح ما حد ربح كلنا خسر كلنا خسر والوطن خسر على رجت الامور الحمد لله منيح فما ان شاء الله ما تنعاد الشكل وصهيون صهيوني قاعدين بحضننا بينتفوا بدائنا ونحن بننتف بداء بعضنا عيب يعني قصدي انه بما يتعلق بتامين أي بتاثر كثير انا مش لازم حدا يقول في دين ومدين وطائفه في وطن بس وطن للجميع فوق راس الجميع خيمه كل واحد يصلي على دينه بمعبده حر حر بس الوطن للجميع ارضك ارضك عرضك هاي شغلي انا وطنك شرفك يا بي عين الاوطان بعتوا وحرقتوا لبنان يا اخوات الهيك والهيك جايكم بكره الديان الديان بكره جايكم مين من غضباته يحميكم مين بده يشفع فيكم هو الشافع والديان يا بي عين الاوطان الله سبحانه وتعالى بيسخط علينا اذا نحن بعنا اوطان اوطان مقدسه هبه من الله سبحانه وتعالى الاوطان نعم مثل اب كبير هذا البلد ما عنده وطنيه بيكون ما بيعرف اسم بيته انا رجل ماني سياسي رجل مواطن مستقيم مواطن حر مثل ما بحب بي بحب وطني واكثر لانه بي الاباء الاب الوطن هو بي الاباء ابو الاباء ابا الاباء انقذني فاني من ايام الحرب كان عندك مشروع له علاقه بالضمان الاجتماعي للفنانين وكان في عندك مشاريع كثيره كانه ما زبطت يعني مثلا الضمان الاجتماعي تبع الفنانين الغاء الضريبه عليهم معهد باسم مذيع الصافي يعني تسجيل تراث عبد الحامولي وين هالمشاريع؟ حبر على ورق ليه؟ انا وحده بدي احكي بس يقولوا بشعبي مشين دقن ومشين غيته ما لي غياش لي غير التاريخ تاريخ بكره يا بيلفظنا يا بيسجلنا نحن بلد حضاره هيدي شو عم نبيع دبابات لروسيا نحن ولا صواريخ لامريكا عم نبيع فن فكر شعراء ادب تجارة ذكاء نوابغ عنا بلاد نوابغ شعوبنا نابغة نوابغ أكبر نوابغ في العالم هني عرب شو بتريد السؤال الثاني إنه هاي الجمعية عم نطالب عم طالب فيها أنا بسمعوا لي وقت هيك وبيسيروني إن شاء الله إن شاء الله بيوعدون كل حقها الله فازن إن شاء الله إن شاء الله شو دخل الله ولا نحن قاعدين على الأرض يعني عم بفوت على لندن أنا مثلا منهم أحسن من نباتاتين وعلى فرنسا بفوت على كل
تاني يوم بصير اذا سخنت بروح على اي مستشفى كان بدوني ببلش كانوا بيعتبروني مواطن دخلت الارض. ها ما في ضمان للانسان اللي حامل بطله على كتافه اللي وديع السفر ما لي ضمان صحي يعني. انا بدي ادفع كل شيء. كل مواطن بيدفع ضريبه لوطنه لازم ياخذ معاش تاعه باخرته يضمن مأمنه لاخرته. كل بلاد العربية لا ما في حدا احسن من حدا. وين عم بتروح هالضرايب لمن لوين عم بتروح؟ عم بتروح نص هدر ونص شو عارفني. انا ما بتهم حدا. في اوادم كثير عم بيروحوا مظلومين كمان بالحكم وبالحكومه والرؤساء كلهم. في ناس كثير مظلومين واوادم وشرفاء لكن في ناس عم بيبلعوا البحر. ما بيجوز من تم المواطن الشريف عم بيدفع ضريبه انه لازم يكون ابن حكومه حتى يعلم له المعيشه تاعه. عيب. ليش المواطن ابن شو؟ ابن مين؟ ابن السوق. بدك تكفي اكثر من هيك. المواطن اللي بيدفع ضريبه هو لازم يتامن حياته. عم بيدفع ضريبه للجيش وللدرك وللامن العام وللموظف الحكومه. هو من المواطن من دم المواطن. المواطن بيموت فقير بمأوى العجزي اذا رضيوا عليه بيعطوه بالمأوى. بيشحدوا يم فنانين عم بيشحدوا بنعمل لهم لمه لحتى نحن ساعدون اذا ماتوا ساعدون اذا جيعوا. ما بصير هيك. مش لازم فنان يتبهدل ولا شاعر يتبهدل ولا اديب يتبهدل باخرته ابدا ابدا. بقولته بيعمل حفلات وكل شاب بيروح بيحضر بيعمل حفلات وبيزرع مسائل بس باخرته شو؟ مثلي انا شو بدي ضل نطنت انا مثل الشباب ابن 20 سنه؟ لا مش مسموح. انا بحترم نفسي كمان بيحترموني وبيحيوني وكل شيء كل هذا بس كمان اخرتي مش مأمن يعني. انا ضايع ما بين حين ومن كاس العرب والشرق خليني كاس لطفي كاس التلفزيون السوري الشعب السوري وكاس لبنان الحبيب شعوبنا العربيه الكويسه لنا احباب واصحاب وين ما كان منهم وهن هودي اهلي وهو خميرتي بينتبهوا لي دائما وبيطمنوا عني وفي اشياء كمان دائما في عطف علي خاص من كل الشعوب العربيه الله خلينا اياهم بس انا من طبيعتي ما بحب اتدخل كثير يعني هالقد ما عادش عندي خاصيه طيارات شبه الطيارات صرت ماشي شي مليون ساعه بالطيارات بضل سافر بالطيارات حتى اجيب حق الرغيف لا عيب ضل عندي شوي له علاقه بالطفوله. شو؟ كيف احيت حفل او عرس وانت عمرك 5 سنوات؟ 4 عفوا شوف 4 هيك هيك واجري ما بيوصلوا للارض، خالي نمر عمل بدق على العود ودلعونا وزيلوا والهميم وكذا والعرس ديروا زقيف والنسوان بالزلغيت وانا عم بغنيهم كلهم هودي وخالي على العود. عم بكل كل 4 سنوات. ابدا. صاروا العالم يهنوا لبي الله يرحمه. شو الوديع الله خلي لك الوديع الوديع طحلوا له شو بدي اعيش منه هالنور من وراه هالنور. هو ما كان كثير مع انك تغني؟ هو كان طبعه عسكري ما يفهمش بالشغله الا لبعدين لما انا كبرت وعزمته على بعلبك بقت بعلبي نزل دمعته ورجل هاي طبعه هيك عسكري مش داخل بالجو يعني. قلت له بدي اعزمك كل العالم من اخر الدنيا عم بيجوا بعلبك يعزموا ابنه شو يسمع ابنك وقت ما بتجي؟ قال لي يا بي بضايقكم بضايقكم كثير شفاف وعنده خفر الله يرحمه بس كان بطل بالدرك اللبناني وخيال وكان رئيس مغافر عديده بلبنان. اخذني على بعلبك تاثر وصاني على الوصيه الله يرحمه قال لي يا ابني الناس كتير حيوك وزقفوا لك انت تستاهل المجد بس اذكر اللي خلقك دايما يا ابني اوعى تتكبر على هبة الله اللي اعطاك اياها سبحان اللي خلقك عامل هيك 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 متأثر حرام قال لي اشكر ربك يا ابني اللي دايما لما بزقفوا لك كتير وحيوك ناس اشكر خلقك وعطاني درس بالتواضع الله يرحمه. العرس اللي عملته بضيعتكم كان شو اسمه؟ ضيعتنا غامرها النور نيحة الشوف نيحة الشوف حد النبي أيوب جارنا عليه السلام وانتو ضيعتكم شو؟ أنا من ضيعة حد اللاذقية اسمها حرف مشفيت يعني اللاذقية وجوهرة؟ ايه قلنا أصدقاء وحبايبي كتير في عنا شاعر صديقنا مهم كتير
أديب وشاعر ومدير معارف يعني حتى مهمته اسمه غسان، أستاذ غسان حنا كنا نسمعه فيه شاعر. نعم شاعر مهم. وأعطيني ترتيلي صلاة أشرق الله بقلبي فرأيت الكون حبي وبكفيه أدار الشمس مصباحا لهدبي كل هذا الكون دار الله أفلاك وشهبي وفضاءات وأعماق وغابات وتربي. لحن لك المطلع الناس صغيرة بتريدي يا ريت عشرة فيك وشرف الله تقي وغسال حنا. الله أشرق الله بقلبي أشرق الله بقلبي فرأيت الكون حبي أشرق الله بقلبي فرأيت الكون حبي وبكفيه أدار الشمس مصباحا لهدبي كل هذا الكون دار الله أفلاك وشهبي وفضاءات وأعماق وغابات وتربي. أوه عبكرة واحد بيقدر يغني كمان معلش كرمالي. جسدي يا رب خبز لهم والدمع شربي نجهم يا رب من داء ومن ظلم وحرب جسدي يا رب خبز لهم والدمع شربي نجهم يا رب من داء ومن ظلم وحرب واحتضنهم مشعل الأرواح من شرق لغرب جسدي يا رب خبز لهم دمع شربي نجهم يا رب من داء ومن ظلم وحرب كمان جسدي يا رب خبز لهم والدمع شربي نجهم يا رب من داء ومن ظلم وخرب واحتضنهم مشعل الأرواح من شرق لغرب من شرق لغربي. يبدو انه تركت المدرسه بكير ما بكير مشان العائله نحن نزلنا من القريه وبي بقدرش معاش تقعدي ما بكفينا طلعت انا وخيي نتعلم بالمدرسه وخيي عمل دكان بالمدرسه الله يرحمه توفيق خيي توفيق الاكبر مني حتى شو نساعد بعضنا على القسط بالمدرسه تنساعد ولدنا لما يدفع القسط هذه اول شيء هاي الحياه. بعدين انا طلعت من المدرسه من 13 سنه 13 على الشغل جرب اشغال هيك متواضعه بسيطه بس اخذ العود معي قال له يا اخي شو يا عود يا مال قال له لا العود وهكذا الى ان دبر الله صارت الاذاعه اللبنانيه فحص الاصوات تطلع الاول سنه 38 في واحد من اللجنه صار يبكي لما سمع صوتي هو طويل هيك شي 13 متر بيطلع طول الله يرحمه مش الخيار قال لي فشلت قلت له شو بشارة يا عبد انا بفشل قال لي طلعت الاول فشلت
أنا بكيسات، أنا جنوري بالبكاء، لقيت هو عم يبكي صرت أبكي. كمان النجاح بيأثر مثل الفشل. وهيك الحمد لله من بعد الإذاعة صرنا نغني بنوادي عائلية كويسة، كان ولاد الرحباني يدقوا معي بزقوا، وكمان عاصي ومنصور إخواننا يعني، وهن ابتدأوا هيك من الألف مثلي أنا، شو نلحق بعضنا شيء نرتل بالكنيسة شوي يسمعوا صوتي كذا، هيك كانوا هن مجتهدين كثير، ابتدأوا يعني كثير مجتهدين، وبعدين حصلوا الاجتهاد كثير، عملوا علامة فارقة بالفن يعني الرحابني. شو هي المهن اللي اشتغلتها بهالفترة؟ مهن ما لها طعمة، ما لها طعمة، محاولة شيء عند حلاق يعني اتعلم على حلاقة ويعطيني اسبوع مشان المعيش، شيء عند باتا شركة باتا للجلك، في معمل ازاز بالارميل والازاز بجديدة يعني عم غامر مش انت عايش خياتي وعايش اخوتي الصغار القصرين كانت بنات، خايف يشتغلوا صنيع ما صنيع ما حب انا هالشيء، كرتنت عليهم واشتغل ليل ونهار اعمل حفلات قالوا صباح وكذا، ايام كنت صباح من اول هاوسة يعني صبي صغيري، انا كنت شاب صغير انه نعمل حفلات وبوجع عم اعمل ازاز نشف صدري ما مش معود حتى عايش خيتي واهلي وساعد والدي على الموضوع. نشف صدرك من المواد من الحار حراره 2000 بعرف فولت الحراره الازاز وارميل وما ارميل ايش معود شو عملت؟ طبعا ساعدت عائلتي وشيك، بعدين صرت ولي الصافي، صرت ولي الصافي صرت اعمل حفلات، طبعا الاشغال هذه اليدويه الصعبه علي ارتحت منها، ومش عيب هذا شرف يعني طبعا حلو الانسان يبتدي من الالف، كيف بده يوصل للي قبل الالف؟ عمره ابن قصر ما كان نابغة او شاعر، ولا ابن مليونير كان فنان موسيقي، كله درويش مثل حكيتنا توفي شو قصده فلان كله مثل بعض كله مثل بعض. ترك لك الوقت بهالحاله لانك تدرس وتتثقف موسيقيا بشكل عام لحالي تحصيل خاص، روح الحق شخص عنده نغمه انا ما عندي اياها، الحقه صادقه وعمله فرح بنته فرح يكون كبير بالسن، مش انت ارضي بس تعطيني نغمه او نغمتين استفيده، تحصيل بالدم يعني حتى الصوت وهيك بيجي الواحد بالحال اول ما ببلش يغني يتخلوع وكذا، اللي بيجي هيك بيروح هيك. استاذ وديع بدنا نتشكرك كثير على الوقت الثمين اللي اعطيتنا اياه يا حبيبي، احنا يمكن ثقلنا عليك بالعكس حضرتك اسم الله حضاره كامله ما شاء الله، سؤالات انت مستعدي علي مستعدي تنيع علي يعني، بس انا ماني مستعد اتسال هيك كثير بهالغزاره، بهنيك على الغزاره والحضاره اللي انت فيها والحمد لله ان شاء الله ما يكونش انا جرحت حدا ولا اسات لحدا، وانا ما بظن بس كلام الحر دائما بيبقى قاسي شوي حر الضمير، وانا عم بدافع ثمنها حياتي او اللي عم بعمله. بشكر ستاف اللي رفيقك حضره المخرجه السيده سهير الله يطول عمرها، والشباب المخرجين والمصورين الله يخليهم واللي عم يهندس الصوت، وبنشكر التلفزيون السوري والإذاعة السورية والشعب السوري. قبل ما نخلص آخر طلب، إذا فينا غنية هيك من على بلكونك الحلو مسك الختام. غنات عمد النظر ما بينشبع منها نظر، جنات عمد النظر ما بينشبع منها نظر، وطيور نغماتها بينام وبيصحى القمر، يا عمر يا عمر يا عمر، والله يا ريان موردها غني وجبال عصي تعدني، وديان موردها غني وجبال عصي تعدني، دروب خضرا ملوني ودروب روج خضرا ملوني، لوحات ملياني صور جنات عمدني.
العذر. وبعد هذه التحية نشكر ضيوفنا رؤساء الوفود وندعوهم إلى العودة إلى مقاعدهم بين الحضور. شكرا. وإذا كنا اليوم نجتمع تحت شعار التضامن العربي باحثين عن عقل واحد ورؤية مشتركة في حوارنا مع الآخر، فقد اختار مهرجان القاهرة التاسع للإذاعة والتلفزيون تكريم هؤلاء الرواد الذين بدأوا أولى الخطوات ممن أجادوا مخاطبة الآخر والتحاور معه. والمكرمون هم أنا ماريا دي نرويجا، والتي خاطب صوتها أكثر من 22 دولة عبر الإذاعة المصرية الموجهة باللغة الأسبانية والبرتغالية، وكان ذلك مع أولى أيام شهر يناير من العام 1958.